السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة بنتكلم فيها عن النادي الأهلي، بنرد فيها عن كل الإشاعات الأكاذيب المغرضة عن النادي الأهلي. لكن في البداية الفيديو ده موجه لكل الأهلاوية، عشان كده لو أنت أهلاوي قلبك جامد حديد في حديد اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن. جمال عبد الحميد، طبيعي إن البعض من نجوم الكرة السابقين سواء كان نجوم النادي الأهلي أو نجوم نادي الزمالك، وهم في مجدهم وهم في عز عطائهم بتبقى مسلط عليهم الأضواء، طبيعي. وتعرف النجم أو الأسطورة اللي بياخد معاك الزمن سنة 10 20 30 40، ومع مرور الزمن الأضواء وتسليط الأضواء بيزيد مش بيقل. ده الفرق بين النجم والأسطورة. فكابتن جمال عبد الحميد واحد من النجوم في الكرة المصرية، اللي ينكر ده يبقى حاقد. كابتن جمال عبد الحميد واحد من هداف الكرة المصرية، ولكن هو نجم زيه زي أي نجم. في وقته كان له لمعانه، كان له بريقه، كان مسلط عليه الأضواء. ولكن بعض النجوم لما بيخفت عنها الأضواء بتحاول إن هي عشان نجذب انتباه الناس، الناس خلاص نسيتنا او الناس خلاص هتنسانا، فنعمل ايه؟ نطلع نضرب حاجة كده نجذب بيها ونشد بيها انتباه الناس، نحاول نركب الترند، نركب الموجة، بحيث ان القنوات تبدأ تدور علينا والناس تدور علينا وتشوف احنا هنقول ايه. فطلع جمال عبد الحميد في الموسم الماضي في الدوري اللي خسره نادي الزمالك في المراحل الاخيرة وفي الاسابيع الاخيرة، طلع قال لك اتحدى، قول عليا ما بفهمش حاجه في الكوره لو الاهلي كسب الدوري. وقد كان وخسر الزمالك الدوري، ولم يعترف جمال عبد الحميد زي ما اعلن انه ما بيفهمش حاجه في الكوره. جمال عبد الحميد اللي اعلن مع بدايه الموسم قال لك اتحدى الاهلي ياخد الدوري، وقد كان وفاز النادي الاهلي بالدوري. فهو من النوعيه اللي بتحاول تركب الترند، بتحاول انها تطلع اي تصريحات تشعل بيها الناس او تشغل بيها الناس. فالنهارده جمال عبد الحميد قال لك لا بقى، وانا كل ما اقول الدوري الاهلي ياخده، لا انا هتكلم في حته تانية خالص واخد الناس واخد الاضواء لنقطه تانية خالص. هو مين الاسطوره في الكره المصريه؟ واحد من اهم الاساطير في الكره المصريه، مش المصريه بس، ده الافريقيه كمان، ورئيس اعظم نادي في القاره السمراء، وهو محمود الخطيب. مين اللي اسمه يتحط مع جنب كده محمود الخطيب في جمله وما ينورش ويلعلع له شهر شهرين قدام؟ فقال ايه الاخ كابتن جمال عبد الحميد؟ قال لك في مره مدرب المنتخب لعب الخطيب على حسابي عشان الجرايد كانت بتتكلم عن الخطيب. تخيل محمود الخطيب بما يملكه من امكانات تصل لدرجه السحر في الكوره، محتاج ان الجرايد تتكلم عنه عشان تضغط على مدرب المنتخب في الوقت ده عشان تلعب محمود الخطيب وتقعد جمال عبد الحميد عدل. هل محمود الخطيب محتاج جرايد؟ واحد حاصل على الحذاء الذهبي من فرانس فوتبول، اول من حصل على جائزة افضل لاعب في افريقيا داخل مصر، محتاج انه يتجامل من مدير فني عشان يبعد جمال عبد الحميد عشان يلعب محمود الخطيب؟ محمود الخطيب لو بيلعب من غير رجلين الاتنين يلعب عليك يا كابتن جمال. تاني، اقولها تاني، كابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية، لو بيلعب من غير الرجلين الاتنين تمام يلعب على جمال عبد الحميد بما يملكه محمود الخطيب من إمكانات فذة في جيله وفي عصره. طيب ده ردا على الأخ جيمي اللي بيتكلم على محمود الخطيب. تعال نروح لعصام الحضري. عصام الحضري اللي واحد من الناس اللي هربت في يوم من الأيام من النادي الأهلي وطردت نفسها بنفسها من جنة ونعيم النادي الأهلي إلى نار الأندية الأخرى ومنها نادي الزمالك. عايز تعرف قيمة الأهلي روح جرب الأندية التانية. وقد كان عصام الحضري في إعلانه لاعتزاله اللاعب رسميا قال لك لم ولن أنسى يوم من الأيام إن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي، نادي القرن وأعظم نادي في الكون، وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها
وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء. واحد من أهم نجوم حراسة المرمى عبر تاريخ مصر كله عصام الحضري بيعترف بدور النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في حياة عصام الحضري وفي ظهور وبزوغ نجم واحد من أهم الحراس في تاريخ مصر وهو عصام الحضري. ده إن دل فبيدل على إن النادي الأهلي كبير. عصام الحضري خرج من النادي الأهلي، عصام الحضري حاول مرارا وتكرارا إنه يرجع للنادي الأهلي، ولكن شتان الفارق بين الأهلي وبين غيره من الأندية. عشان كده هيفضل النادي الأهلي وسيظل النادي الأهلي هو كبير وعظيم الأندية المصرية والأندية الإفريقية. طيب تعال نروح لواحد من مؤسسي نظرية المؤامرة الكونية. في نظرية نشأة الكون وفي نظرية نشأة المؤامرة الكونية. نظرية نشأة المؤامرة الكونية هو كابتن بندق الكورة المصرية وكابتن نادي الزمالك. كابتن بندق كان زعلان ومتضايق قوي 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 وكان محروق وكان متعصب يا جماعة ان ازاي الزمالك وفقا للقرعة بتاعت الكاف هو صاحب ملعب مباراة نهائي افريقيا وهو المستضيف وقناة بي ان سبورت المذيعة او الناقلة للمباراة بتجيب اسم الاهلي قبل الزمالك في البرومو بتاع مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. اذا هناك مؤامرة مدبرة شاركت فيها قناة بي ان سبورت والشركة الراعية لاجارديه الفرنسية والكاف مع الاتحاد المصري مع سكان مجرة درب التبانة لإسقاط نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفضل يهري يومين زعلان ومتضايق وبتاع. ساعتين بي ان سبورت القطرية رجعت للخطأ بتاعه وتراجعت عنه وصححت الأمر ورجعت اللوجو تاني والبرومو تاني، الزمالك في الأول والأهلي بعد نادي الزمالك وفقا لان الزمالك صاحب الارض. فرح خالد الغندور، ارتاح نفسيا من المعاناه والقهر اللي كانوا موجودين في حياته، فنزل بوست على صفحته الرسميه قال لك ايه بقى؟ تم التغيير عشان الزمالك صاحب الارض، الحمد لله كلامي طلع صح، انا صح. تقمص دور حسن شحاته، انا صح. نزلت حسام حسن ولا نزلت عمرو زكي وطلعت ميدو. انا صح. وفضل يقول لك انا صح انا صح وكلام المحترم هيثم فاروق صح. سالت ابويا في يوم من الايام قلت له يابا علمني الهيافه، قال لي يا ابني اقف في الهيفه وتصدر. نفس اللي بيعمله الاخ فندق، اقف في الهيفه وتصدر. طيب ده بالنسبه لي موضوع الاخ فندق بندق. تعال نروح لواحد تاني وهو الصحفي اياه الابيض اللي قلبه من جوه مدهون بلاك، بلاك مش اسود، لا بلاك غامق يعني. هذا الصحفي دون المستوى، مش عايز اغلط، مش عايز اقول الفاظ ما ينفعش تقال، بيسخر من صفقة النادي الاهلي طاهر محمد طاهر، وبيقول ان الاهلي شرب المقلب، وان الاهلي اشترى الترماي، وان الاهلي اشترى لاعب عنده اصابة مزمنة في العضلة الامامية. ما لا يعلمه هذا الجاهل، ما هو الجهل نوعين، في جهل عن عمد وعن قصد وفي جهل دون علم. الجهل دون علم دوت انت ليك عذرك، انما لما تبقى بني ادم عارف الحقيقه وتجهلها عمدا انت بني ادم مش كويس، مش محترم، انت بني ادم مش محترم. طاهر محمد طاهر قبل ما ينتقل للنادي الاهلي كان في الاشاعات المغرضه ان في اصابه مزمنه في العضلات وفي تليف في العضلات ومزق بيجي له كل شويه. النادي الاهلي عمل كل الفحوصات الطبيه والكشف الطبي على طاهر محمد طاهر، لم يجد اي اصابه مزمنه بالنسبه لطاهر محمد طاهر. ولكن هو الحرقان والغليان عند الصحفي اياه اللي قلت لك قبل كده اسمه مش عارف ماهر باهر زاهر حاجه زي كده، فهو بيغلي من جوه شويه، فربنا يهدي كده ياخد كينا كومب او حاجه ويهدى. طيب في ظل ما الاعلام المصري الجميل والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاجمل ووزير الشباب والرياضه عملوا مبادره جميله جدا جدا وهي مصر اولا ولا للتعصب، لا للتعصب. قناه نادي الزمالك بتستضيف واحد بيطلع على قناه نادي الزمالك ويقول لك انا في يوم من الايام، هو طبعا منتج، الشخصيه دي هو راجل شغال منتج يعني، قال لك في يوم من الايام جالي واحد مؤلف الفيلم
قال لك الاهلي بيكسب الزمالك في الفيلم 2-0. كنا مخبي كانوا مخبيين عليا ان الاهلي هيكسب في الفيلم وسيناريو الفيلم الزمالك 2-0. قال لك اول ما عرفت رحت طارد المؤلف وطارد كل اللي شغالين في الفيلم عشان ازاي الاهلي يكسب الزمالك 2-0. هي دي ليلة التعصب يا سيادة الوزير. بنستضيف ناس بتدعو للتعصب والفتنة. بنستضيف ناس الاخ اللي طالع بيتكلم في قناة نادي الزمالك بيقول لك ان في سنة 2009 ده زيادة بقى للتعصب والفتن واثارة الفتن واشعال الفتن لدى الجماهير. قال لك في سنة 2009 حاولت انا واخواتي والمجموعة بتاعتنا بتاعت الانتاج الفني نعمل قناة لنادي الزمالك وباسم نادي الزمالك. ولكن تخيلوا يا جماعة مين اللي منع الكلام ده؟ مين اللي منع؟ حسن حمدي رئيس النادي الاهلي في الوقت ده ورئيس وكالة الاهرام للاعلام. هو اللي منع الموضوع ده. للعلم حسن حمدي في الوقت ده ما كانش رئيس الاهرام. حسن حمدي رئيس الاهرام في الوقت دوت كان زملكاوي ابا عن جد، مش حسن حمدي كان رئيس الاهرام. ولكن هو فكره ان احنا نظريه المؤامره اللي من قديم الازل، من قديم الازل من خلق البشريه على كوكب الارض بدات نظريه المؤامره مع اول زملكاوي بيولد في العالم وفي التاريخ. خلاص اي حاجه بنفشل بيها الزقها في الاهلي والزقها في الدوله. احنا علينا مؤامره واحنا مضطهدين. احنا علينا مؤامره واحنا مضطهدين. ما يسالش نفسه هل قناه نادي الزمالك دلوقتي في ظل عدم ذكر اسم رئيس الزمالك المعزول عليها، مش هقول لك عمل مداخلات، في عدم ذكر اسمه بس في القناه، هل تعلم كم المشاهدات اللي عليها دلوقتي؟ هل تعلم هي بتكسب ولا بتخسر دلوقتي؟ فما تجيش تتكلم وتقول طب ما في وزير اعلام. هو انت لما دلوقتي بس عشان بس احنا بنحترم عقل الناس، اي حد عايز يطلع قناة بيروح لهيئة الاستثمار، بيروح لوزارة الاعلام او المجلس الاعلى للاعلام لو مفيش وزارة اعلام، واخد بالك، بيعمل التراخيص بتاعته كلها وبعدين كده بياخد تردد وبعد كده بيطلع ان شاء الله يغني زلموه، ان شاء الله يطلع يرقص مهرجانات، ملناش دعوة، المهم ان انت خدت التراخيص بتاعتك كلها واطلع اعمل اللي انت عايزه، سميها بقى قناه التت، قناه الزمالك، قناه العفريت الازرق، براحتك. احنا ملناش دعوه، ولا له دخل حسن حمدي، ولا له دخل اي حاجه. اطلع قول انك فشلت انك تجلب اعلانات لقناه الزمالك في الوقت ده. فقلت بدل ما اصرف فلوس على الارض، واخد بالك، واصرف ملايين على الارض ومش هلم جنيه منها، فحافظت على فلوسك، ما تطلعش تقول اصل حسن حمدي هو اللي حرمني من قناه نادي الزمالك، وتكسب طبعا استعطاف ورضا الملايين من الجماهير الغلبانه اللي بتضحك عليها باي حاجه. اقسم برب العزه هذه الجماهير من اسهل الجماهير اللي بتضحك عليها باي كلام. طلع واحد اسمه رؤى، رؤى ده ما لمس الكوره ولا حد يعرف اصلا هو بيلعب في نادي ايه، والله يعني لولا الواحد متابع ما كنت اعرف رؤى ده بيلعب فين، مش عارف هو بيلعب في انبو ولا في طلائع الجيش. المهم رؤى ده طلع قال لك ايه، لعبت 12 ماتش مع الزمالك احسن من 10 سنين لعبتهم مع النادي الاهلي. هوبا هي الواد بتاعنا، الواد الحراق، الواد اللي بيوجع، الواد اللي بيقاس في الجبهات، هاتوه دخلوه الزمالك، دخلوه ضموه. ليه؟ عشان طلع بس قال لك في التلفزيون ايه 12 ماتش لعبتهم مع الزمالك احسن من 10 سنين لعبتهم في النادي الاهلي. تعال لنادر السيد، نادر السيد اللي كان شغال قبل كده في قناه النادي الاهلي وانتقل وساب الزمالك وباع الزمالك وراح النادي الاهلي، حب ابنه يرجع، ابنه موجود في ناشئ الزمالك عايز ياخد فرصه، اطلع قول مجلس الاداره جميل، نساند رئيس النادي، نساند النادي، اطلع قول كلمتين حلوين في حق رئيس النادي، هوب يطلع ابن نادر السيد يتم اشراكه في التدريبات للفريق الاول وهو عنده 17 سنه. هو عنده كام سنه؟ 17 سنه. ليس لامكانيات اللاعب ولكن لانه ابن نادر السيد اللي طلع قال لنا كلمتين حلوين وقال على الرئيس كلمتين حلوين رئيس النادي. نفس الامر فاروق جعفر طلع بقى مستشار فني لرئيس النادي، قال كلمتين حلوين في حق رئيس النادي، اتعاقد مع القناه، بقى هو الراجل الفني في القناه، عدلنا العقد بتاع سيف ابنه، بعد ما كان بياخد 100,000 بقى بياخد مليون، بقى بياخد مليون، وهكذا يا باشا. هو كلهم عارفين كده. عايز تكسب قلوب الجماهير والملايين الغلبانه اللي بتضحك عليها، اطلع اقصف جبهه النادي الاهلي، اطلع هاجم النادي الاهلي، اطلع طبل لرئيس النادي، تنال الرضا. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى منكم كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.